انا متحمس لحلقه النهارده بشكل مش طبيعي. ايه الاخبار يا صحابي؟ عاملين ايه؟ وانا بيجو فيديو النهارده من سلسله سوق الصين العظيم. والله العظيم مش عارف ليه كل مره بهنج، انا مش بعمل افيه، انا كل مره بهنج وانا بقولها. المهم ايه الاخبار فيكم ايه الاخبار قصدي بيكم في السلسله الغريبه العجيبه دي اللي احنا بنشتري فيها منتجات مش معروفه الهويه من علي اكسبرس. هو انا حاسس ان ما كنتش مستعد اسجل كده. اوكي تاني من الاول، احنا دلوقتي بنعمل حلقه من سلسله سوق الصين العظيم. السلسله دي الفكره منها ان انا بشتري حاجات غريبه من علي اكسبرس، بجربها معاكم واقول لكم رايي فيها، واحتمال بنسبه طفيفه يتنصب عليا. يعني انا بجيب الحاجه زي ما هي قدامي، وساعات بتنصب عليا ساعات بيبقى الدنيا كويسه. انا يعني انت وحظك، يعني ان شاء الله يتنصب عليا وتضحك انت عشان ده اللي بيعجبكم تقريبا، مش عارف. على العموم بجد الفكره بتاعت السلسله دي جات لي لما شفت ناس كده بيتنصب عليها اونلاين، فانا قلت عايز ابقى واحد بقف زيهم. والحمد لله لغايه دلوقتي كنت بقف تقريبا 3-4 مرات اعتقد، بس كل مره بنفتح 3 منتجات ونشوفهم مع بعض. طبعا انت لو بتتفرج عليا من زمان بتقول انت ليه بس بتقول الكلام ده كله من الاول. في ناس كتيره جديده بتيجي عندي هنا، فلو انت جديد اكتب لي تحت في التعليقات عشان اللي مش مصدقني يصدقني. وبرده اشترك في القناه مش مشترك، وقيت تعمل لايك والكلام الفاضي ده كله. صح، انا قايل لكم لو وصلنا 30,000 لايك في كل حلقه من السلسله دي لغايه ما اخلص الالات الموسيقيه، واحنا ما عندناش اله موسيقيه النهارده، بس لغايه ما اخلص كل الالات الموسيقيه اللي معايا ان شاء الله هعمل لكم ديس تراك لعلي اكسبرس. هتصرف يعني، انا اللي هعمل المزيكا وهكتب الكلمات وهغنيها. بس عموما النهارده حلقه بجد انا متحمس لها جدا. ليه؟ لان انا انسان تافه يعني. هو ده السبب. في حاجه من الحاجات اللي معايا النهارده انا قلت لكم عليها المره اللي فاتت ان انا متحمس جدا اجربها معاكم، وحاجه هتحتاج ان انا اروح البحر، وحاجه يا رب ما يكونش اتنصب عليا فيها لان انا مستنيها. بص، من وانا عيل صغير، مش هقول لك بقى من اسبوعين ولا حاجه، لا من وانا عيل صغير. فربنا يستر علينا وما تكونش حاجه نصب. وخلينا نخش على اول منتج معانا النهارده في السلسله العجيبه دي او في الحلقه الغريبه دي، لان اول منتج معانا النهارده كان المفروض من وجهه نظري ان هو يكون في اصغر المنتجات، بس انا جايبه من علي اكسبرس فهنعمله النهارده هنا. فعموما خلينا نشوف. اوكي، X6 ميني كاميرا بورتبل ميني هاي ديفينيشن ديجيتال كاميرا ميني دي في سبورت 32 جي بي تي اف كارد وذ مايكروفون بودي كام. من الاخر كده كاميرا صغيره جدا زي ما انت شايف قدامك. ايه ده؟ ايه اللون الاورنج الجميل ده؟ ده ما كانش موجود وانا بشتري والله. ايه ده؟ ايه ده؟ واضح ان فيها لون اورنج يا جماعه. لحظه، هي فيها اتش دي ماي اوت؟ هو انا ازاي جايب حاجه انا مش، ايه ده؟ هو ده؟ هو ده؟ لحظه، لا ارجعلي لحظه، هو ده اتش دي ماي اوت تقريبا صح؟ على العموم المفروض ان دي كاميرا صغيره قوي ميداليه حرفيا، يعني انا لدرجه ان انا كنت خايف ان هي ما تخشش عمان عندي هنا اللي يفتكروا ان هي تجسس ولا حاجه. بس واضح ان في ناس كتيره تافهه بتجيب الحاجات دي وهم عارفين الناس مش قصدها حاجه يعني. فانا جايبها المفروض من غير ميموري كارد، بس جنبي ميموري كارد جاهزه. وما فيش كلام كتير اقوله يعني، هي واخده قد ايه مراجعاته كده؟ 9 مراجعات من 67 اوردر، 4.6 نجوم. ربنا يستر، ربنا يستر. طب يا جماعه دي الكاميرا، هي دي شركه مشهوره ولا ايه؟ ايه ده؟ الله الله الله، ده بيعملوا حاجات. ما علينا، بص احنا هنخش في الاكشن على طول. المفروض ان انا معايا كاميرا صغيره جدا وهنشوف الجوده بتاعتها ايه، فيلا بينا. فبسم الله الرحمن الرحيم، المفروض المنتج كله هنا يعني، ادي المنتج اهو، ايديا جنبها اهي. فواضح ان هي فعلا كاميرا صغيره، ده لو الكاميرا موجوده جوه اصلا. اللي ما اتفرجش عليا في السلسله دي قبل كده والله العظيم بيحصل حاجات غريبه في السلسله. بسم الله. اوكي ده هي بجد. اوكي عندنا ميني دي في كاميرا وورلد سمولست كام كوردر، اصغر كاميرا تسجيل فيديو في العالم. ده اللي مكتوب عليها وفي العالم، هم كاتبين كده ماشي، في العالم مكتوب عليها ان انا اتش دي، ومش شايف وراها ايه الصراحه ورا البتاعه دي. ومكتوب هنا رجاء اقرا اليوزر مانوال قبل ما تعمل حاجه. طبعا مش هنعمل كده. من جنب هنا نفس الكلام، ميني دي في كاميرا، ومن الناحيه دي نفس الكلام، ومن فوق نفس الكلام. من ورا مكتوب كاركترز اوف برودكت، شخصيه المنتج، ده اللي مكتوب كده والله. بيقول لك ان الديزاين بتاعها صغير وجميل ولطيف، وبتدعم ان انت تستخدمها ككاميرا كمبيوتر وانت بتعمل تشاتنج. ما اعرفش ليه هتعمل كده بس ماشي. بتصور اي في اي في 2023 برضه ماشي. بتصور هاي ديفينيشن تحت الاضاءه الواطيه، والله انت اللي واطيه. الريزولوشن بتاعها بيوصل لغايه 1280 في 960 ب 30 فريم. بتدعم تصوير صور عاديه 1280 في 1024، وبتدعم كمان ميموري كارد 32 جيجا كحد اقصى. تمام، مكتوب عليها كده. خلونا نفتح الكاميرا ونشوفها عامله ازاي. بسم الله. اوكي، ايه ده؟ دي صغيره قوي. اوكي عامه خلينا نودي الباكجنج على جنب. فين اليوزر مانوال؟ اوكي اليوزر مانوال اهو ماشي ده. اوكي خلينا نشوف ايه اللي عندنا. عندنا الاول اليوزر مانوال، ده اليوزر مانوال اللي مكتوب فيه كل حاجه ليها علاقه بالموضوع بالصيني وبالانجليزي. فدي اول حاجه معانا. عندنا كابل ميني ليو اس بي 2. الكابل ده على فكره ممكن يكون مثلا معمول سنه 2009 ولا حاجه، والله حاجه لا اقل من كده بكتير تقريبا، ما اعرفش والله. المهم يعني، وعندنا الكاميرا الصغننه النونو دي. يا جماعه الكاميرا صغيره قوي والله العظيم، ايه ده؟ عامه مكتوب عليها من قدام ميني دي في كاميرا يو اس بي اتش دي مايكرو اس دي، وفي هنا مكان للميكروفون ودي العدسه. ومن الناحيه الثانيه ما فيش اي حاجه خالص. من فوق في زرارين اعتقد، واحد بيصور صوره واحد بيصور فيديو. من الجنب هنا في مكان الاس دي كارد، ومن الناحيه دي في مكان الميني اتش دي. ما فيش كاميرا من ورا يعني، ايه اللي انا بقوله ده؟ قصدي ما فيش مايك من ورا. سوري، هو انا ازاي اعرف انها شغاله اصلا؟ ايه العبط ده؟ هي بتتشحن؟ كان نشوف معلش. صح، انا كنت قايل لكم ان انا عايز اركب فيها ميموري كارد. هي فين ميموري كارد؟ 2 جيجا، ما اعرفش جت منين بس لقيتها عندي في البيت فقلت استخدمها. بسم الله. الميموري كارد تتحط كده بالعكس، ونعمل كده ونعمل كده
اوكي الميكرو تمام. هو انا ازاي اعرف انا بصور بيها ايدي؟ والله هي قاعده بتشحن في طرف الشاشه اهو، ارمي ايدي على جنب. وخلوني بس ابص كده في اليوزر مانوال لو في حاجه محتاجه اعرفها، لان هي ليها ابلكيشن ولا ايه؟ اوكي يا جماعه، بعد مشقه وتعب عرفت ازاي بتشتغل الكاميرا بالظبط. هو انا بقول مشقه وتعب بس ده يعني، هو انا بس قريت المانوال بس زي الناس الطبيعيين. المهم يعني لو تبص في الكاميرا اللي من فوق، انا هفضل دايس على الزرار ده 3 ثواني هتلاقوا النور ده بينور ازرق كده، الكاميرا اشتغلت تمام. لو دوست دوسه هنا 3 ثواني هتلاقوا النور بيقلب كده كده، بنصور صوره طبيعيه. فلما اعمل كده كده انا صورت صوره طبيعيه. استنى اصوركم، يلا ابتسموا 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 ماشي يلا اكتشي. تعالوا بقى نصور فيديو. فلو عايز اصور فيديو بدوس كده، المفروض دلوقتي هي عامله كده، فالمفروض ان انا اصور فيديو. فلحظه واحده بقى كده، اوكي كده المفروض ان انا بصور لكم فيديو بجد يعني، طالما هي بتنور وتطفي كده. فانتوا دلوقتي المفروض شايفين الكمبيوتر بتاعي، وشايفين الحاجه اللي هنفتحها المره الجايه، وشايفين الوش السمح ده في الضلمه. طبعا برضو بنجرب موضوع الاضاءه بتاعتها دي. فدلوقتي عايزين نجرب ننور نور الاوضه كامل. فلحظه واحده، الكسا لايتس اون. الكسا الكسا بس ستوب ثانيه واحده، الكسا اوفيس لايتس اون. دلوقتي الكاميرا ما بتكونش شايفاني، واضاءه الاوضه كلها شغاله. بص اصلا بشغل اضاءه الاوضه، انا اللي بظلم والله، ما اعرفش ايه ده. انا بتكلم في الكاميرا بس معلش سوري. اما ده يعني اوكي، خلينا نشوف بقى جوده الكاميرا دي عامله ازاي. يلا بينا. اوكي نفس الفولدر بالظبط، وفي صور حلو. عندنا في صورتين، يا ريتني ما زومت، ايه القرف ده. اوكي دي يا جماعه دي يا جماعه الصور اللي صورتها لنفسي تمام. دي صورتي انا تمام. يا نهار ابيض على الوحشه، ايه ده؟ امال الفيديو هيبقى عامل ازاي؟ ودي الصورة ده انتوا مبتسمين، شايفين الابتسامة؟ لحظة واحدة والله، لحظة واحدة والله ما انا كاسبكم، والله ما انا كاسبكم ولا مكدب لكم خبر. ثانية واحدة، ادي عين وادي عين وادي الابتسامة. ايه الجمال اللي انتوا فيه ده؟ ايه الحلاوة دي والله؟ ما علينا، دونت سيف ماشي. فدي الصورة. اوكي يا جماعة هي بيتهيألي ولا لحظة واحدة، هو ايه ده؟ مش فاهم حاجة. لا دي كلها فيديوهات انا صورتها. لا تعالوا نتفرج بقى لحظة واحدة بقى، لحظة واحدة لحظة واحدة. ليه؟ انا دلوقتي ممكن اصور صورة طبيعية، فانا لو عملت كده يا ريتني ما شغلته، يا ريتني ما شغلته، ايه القرف ده؟ صورة طبيعية ايه؟ لحظة واحدة، ثانية واحدة بقى نفهم بقى. دلوقتي اصور لي كده؟ والله انا بصور، والله انا بصور عادية، انا ما اعرفش. هي بتعمل حاجات غريبة، وايه اللي لحظة كده؟ لا انا ما اعرفش شغال، ما اعرفش والله بعمل حاجة، انا ما اعرفش هي ايه. كده المفروض ان انا بصور لكم فيديو بجد. شفت الصوت؟ كده فانتوا دلوقتي المفروض شايفين الكمبيوتر بتاعي، وشايفين الحاجة اللي هنفتحها المرة الجاية، وشايفين الوش السمح ده. يا اسطى وش سمح ايه؟ هو مش شايفين حاجه، ده الشيطان ده يا عم، ايه القرف ده والله. هو اظن والله اعلم يعني، انتوا دلوقتي بتشوفوا رد فعلي، بس اكيد وانا بمنتج كنت عمال بعمل لكم سويتش ما بين الكاميرا بتاعتي والكاميرا اللي قدامي، فاهمين؟ او الكاميرا اللي قدامكم دلوقتي دي. بس انا عايز اديكم برده رد فعل انا على اللي بشوفه ده كله، يعني عايز اشوف. لحظه بس، اتفضلنا طبعا برده بنجرب موضوع الاضاءه بتاعتها دي. فدلوقتي عايزين نجرب ننور نور الاوضه كامل. فلحظه واحده، عارفين والله العظيم شكل ايه؟ لحظه واحده، والله العظيم عارفين شكل شبه ايه كده؟ والله العظيم شبه الشيتوس، اقسم بالله والله العظيم شبه الشيتوس والله. ايه السحنة دي؟ طب فين واحنا بنشغل؟ لحظة كده، اوفيس لايت اون. ايوه نشوف بقى كده النور اشتغل. دلوقتي الكاميرا ما كنتش شايفاني، واضاءة الاوضة كلها شغالة. بص اصلا بشغل اضاءة الاوضة، انا اللي بظلم والله، ما اعرفش ايه ده. يا اسطى يا ريتك ظلمت والله العظيم. فين القرف ده؟ ايه يا كمان القرف ده والله العظيم؟ ايه القرف ده والله العظيم؟ ايه ده؟ دي اوحش حاجة ممكن حد يشتريها. اتش دي ايه يا كدابين؟ والله العظيم بصوا يعني مش عارف اقول ايه، بس دي من اوحش الحاجات من اوحش الحاجات اللي شفتها في حياتي. مش هقول لك دي جوده كاميرا مثلا من 2005 ولا اي حاجه كده، لا دي مش جوده، دي ما فيش جوده اصلا يعني، دي مش جوده حاجه، دي حرام حد يشتريها. هي بيلد كواليتي حلوه كبيلد كواليتي، غير كده لا. انا حزين وزعلان من الكاميرا دي. فخلينا نخش على حاجه مش تاخد مننا وقت، يمكن تبقى فيها 3 دقايق معاكم في الحلقه ولا حاجه، وبعد كده نخش على حاجه بعدها. اوكي مودرن كرييتيف استروناتا ستاتيو كيوت كاواي ديسك اكسسوارز بوك شيلف روم ديكور تشيلدرنز روم ديسك توب هوم ديكوريشن. يا جماعه ده واحد فضائي بيطير وعنده قطن كانه دخان وكانه بيطير، حاجه ديكوريشن يعني. انا حاسس ان انا ما بجيبش حاجات ديكوريشن من علي اكسبرس، فقلت نجرب حاجه زي دي. انتوا شايفين الصوره عامله ازاي؟ المفروض ان هي كيوت جدا. هل هي كيوت بجد ولا لا؟ مان اي دونت نو.
بجد يعني مش عارف، انا كنت عايز اخطها ورايا يا رب تكون حلوه، لان في حاجه مقلقاني. والحاجه هي لا لحظه قبل ما اقول حاجه، هي ايه البتاع ده؟ واخد 5 نجوم من مراجعتين و90 واحد طلبه، 90 واحد طلبه 2 بس اللي عملوا مراجعه، ودي حاجه تقلقك، لانه يعني مش عارف ممكن يكون الناس اللي شافوه الباقيين 88 دول مثلا شافوه مثلا جالهم ذبحه قلبيه من كتر النصب او حاجه، ما اعرفش والله. على العموم الحاجه اللي كنت عايز اقول لكم عليها ايه، اولا دي العلبه مكتوب عليها، انا كاتب عليها، انا اللي كاتب عليها سبيس مان عشان بس اعرف دي علبه ايه. وثانيه واحده كده، ده يا جماعه ميزان الاكل بتاعي، تمام؟ لو دوست كده هتلاقوه متصفر بالجرام. لو حطيت عليه الصندوق ده وزن الصندوق 200 جرام بالظبط. دي من اخف الحاجات اللي جات لي في حياتي والله عظيم، لدرجه ان انا كنت ماسكها كنت فاكرها فاضيه وما كنتش عارف جواها ايه. يعني انا اجتهدت عشان اعرف ان ده اصلا السبيس مان ده وان هو وصل لي خلاص. انا مش عارف افتح العلبه دي ازاي الصراحه من غير ما ادمجها، فيعني مش عارف الصراحه. انا بعمل اي حاجه عشان افتح العلبه والله، انا مش عارف افتحها خالص. مش كان هي مقفوله بطريقه غريبه؟ اوكي فتحتها اخيرا، ريحتها يعني بشعه. ماشي ده اللي جواها. اوكي انا نظفت الدنيا ومفروض ان ده دلوقتي اللي انا مشتريه، فخلونا نشوف. بسم الله. هو عامل كده ليه؟ ايه ده؟ اوكي ايه يا جماعه ده؟ لحظة واحدة، هو او ماي جاد ايه القرف ده؟ البتاع مش جاي متركب. هو مكتوب عليه دي اي واي؟ هل في اي حاجة بتفرق؟ اه دي اي واي. اه ده انا المفروض اعمله بنفسي. انا المفروض اركبه بنفسي يا اخوانا. طب ما انا دافع تمن ايه طيب؟ حتة البلاستيك وشوية القطن دول؟ يعني ما كنت اروح اجيب الحاجات دي من الصيدلية والله. ايه القرف ده؟ طب يعني مش عارف. عامة هشوف انا ايه اللي موجود هنا، يعني كيسين ما لهمش لازمه ارميهم على جنب دلوقتي. عندنا هنا في لمبة يو اس بي. هو ايه الحلقة دي؟ والله العظيم ايه الحلقة دي بجد؟ هي دي لمبة يو اس بي صح ولا ايه ده؟ لحظة واحدة كده، انا هفكها بحيث ان انا اوصلها واشوف هتعمل ايه. لحظة نحط ده كده، بسم الله. اوكي نور، يعني متوقع ايه يعني والله العظيم. طيب هو واضح والله اعلم ان هم متوقعين اني يعني انا اللي اعمل الكلام ده، يعني هم كانوا متوقعين والله يا ابو حميد يعني انت ركب الدخان ده كده وبعد كده جيب الدخان ده. طب ما فيش معاه طريقه التركيب؟ انا طلعت ده مش بلاستيك حتى. عارف البط اللي بيتعمل بيه في حمام السباحه للاطفال؟ يعني دي المفروض يتحط فيها زمارة وتقعد تعمل. ما علينا، خلونا طيب مش عارف، خلونا نعمل كده. في هنا شليمو زي ما انتم شايفين كبير، احنا هنعملها يا جماعه دي اي واي فعلا، بس دو ات يور سيلف بيست، يعني مش دو ات يور سيلف بجد. يعني بص انا عملت ايه، انا دخلت القطن جوه البتاعه دي ماشي، ودخلت العصايتين في بعض. يعني لو تشوف المنظر من فوق هو عامل كده تمام، هو الواد شكله بيطير اهو بيبعد، ربنا يبعده عن الكوكب ده باللي فيه بعلي اكسبرس. وخلونا ندخل النور ده بقى ايه كده واحده واحده، بعد كده اروح حاطط القطن ده كده وحاطط ده جوه. مش عارف والله المفروض اعمل ايه والله العظيم. هات لي كده ده، حط لي ده كده يا جماعه. بصوا من الاخر والله منظرها جامد تصدقوا، يعني هي مفروض كمنظر شكلها جامد، بس عارفين المشكله في ايه؟ يعني انتوا شايفين هي عامله ازاي صح؟ بصوا حتى من فوق عامله ازاي، يعني لذيذه والله العظيم، لذيذه جدا جدا جدا. مشكله بس في حاجه واحده بس، يعني ان انا ما عنديش مسدس شمع عشان اركب الكلام ده، فانا يعني مش عارف اعمل بيها ايه والله والله العظيم. بصوا هي رخيصه، يعني هي اعتقد ما كانتش مكمله ال 40 جنيه، وانا عارف ان انا ما بقولكمش اسعار، بس ما كانتش مكمله ال 40 جنيه. بس تغليف زباله، جوده القطن زباله، جوده السبيس مان زباله، ما فيش زرار تطفيها وتشغلها لان هو يو اس بي بتوصله وخلاص، وكمان لازم تركبها بنفسك. وبعتين لك الشمع اللي هتستخدمه في مسدس الشمع، بس يعني مين قال ان انا عندي مسدس شمع؟ مش فاهم. على العموم غلطت ان انا ما قريتش الكلام المكتوب تحت، يعني لو مكتوب دي اي واي انا افتكرتها هي في العنوان، مش مكتوب دي اي واي والله العظيم. المنتج ده هو انا لغايه دلوقتي مش طايق نفسي في كنت بدا الحلقه بقول لكم مبسوط، دلوقتي مش طايق نفسي، بس اخر منتج هو المنتج اللي انا متحمس له. فقولوا لي رايكم في البتاعه دي، انا هحاول ان انا اتصرف واركبها واحطها في الباك جراوند لان شكلها مش وحش الصراحه، يعني لو محطوطه ورايا هنا هتبقى حلوه، بس هنشوف. خلينا نخش على المنتج اللي بعده. اوكي يا جماعه المنتج ده اكتر منتج انا متحمس له بجد، واتمنى من قلبي ان هو يكون شغال صح. لو شغال صح هنروح بيه البحر نجربه ماشي. فبيقول لك ايه، ار سي اكسكافيتر دامبر ار سي كار توي 2.4 جيجا هرتز ريموت كنترول انجينيرنج فيكل كرولر تراك بولدوزر تشيلدرن تويز فور بويز كيدز جيفتس. يا جماعه المفروض ان انا مشتري الشيء ده، المفروض ان انا مشتري بولدوزر حرفيا شغال، ودي اللعب اللي ممكن تلعبها بالبولدوزر ده، لان هم كمان بيبيعوا حاجات كتير قوي، بيبيعوا العربيه دي، بيبيعوا البتاع اللي فوق دي. هو مش بولدوزر، هو اسمه البتاع ده والله مش عارف والله، بس على العموم المفروض ان انا جايب الجهاز ده، المفروض ريموت نضيف وبيشتغل ببطاريات دبل اي باتريز معايا البطاريات دي، وبيعمل حاجات جامده المفروض. ايه ده بيلف حوالين نفسه 680 درجه وبيعمل مزيكا ولا ايه؟ مش فاهم ايه ده، في ايه الاغاني دي؟ واخد 838 مراجعه، 4.7 نجوم من 3125 اوردر، يعني لك ان تتخيل كم شخص بيطلب البتاع ده وبيتبسط بيه. ربنا يسهل ويشتغل بجد. انا لما وريت الشيء ده لاسماعيل اتبسط جدا وتحمس له، وانا بقول لكم كطفل يعني كان نفسه في الحاجات دي وهو صغير. انا قلت لكم انا مستني الشيء ده من وانا قد كده، كان نفسي في لعبه زي كده من وانا صغير. ف
فهنجربها مع بعض النهارده هنشوفها حلوه ولا لا، ويا رب تكون حلوه عشان الحاجتين اللي قبل كده اللي هم الحاجات الكاميرا والبتاع التانيه دي كانت زي الزفت. بس يا ريت تعمل لايك للفيديو ده عشان انت شايف انا زعلان ازاي. ماشي خلينا نخش بقى في منتج. فا اوكي يا جماعه تراك ما اعرفش ايه بقراكم الكلام اللي انا كاتبه اصلا، انا كاتب عليها ايه ما علينا، خلونا نفتحها ونشوفها عامله ازاي. يا رب تكون حلوه عشان الصندوق منبعج بعض الشيء، والله العظيم هو مش بعض الشيء هو زعلان مني يعني. اوكي هو الصندوق مش طالع عينه يعني، مش هتكلم كتير انا بوريكم بس. فعموما عندنا الشيء ده مكتوب عليه من هنا 11 CHRC 2.4 جيجا هرتز، وده فعلا الشكل اللي في الصوره. طبعا الصندوق مش الشكل اللي في الصوره خالص، من تحت هنا في تحذيرات وبيقول لك بيشتغل ازاي وكلام كتير. بما ان علبه بايظه انا هفتحها على طول، فبسم الله. اوكي ارمي العلبه دي على جنب. اوكي عندنا كتيب تعليمات بيقول لك ازاي تستخدم البتاع ده بالظبط، غالبا ده لازم اقراه قبل ما اروح اجربه في البحر لان احنا مش هنجربه هنا طبعا، ولكن خلونا نفتح ده كده. يا نهار ابيض ده جامد جدا، ده جامد جدا جدا. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ده الريموت كنترول بتاعه. الريموت كنترول اصلا لوحده بص عامل ازاي؟ ايه الكلام ده والله؟ بعد كده نبدا نفهم هو جاي معاه مفكه اصلا. اوكي هو جاي معاه الشاحن نفس سمكه القرش بالظبط بالظبط. طيب هحط بطاريات انرجايزر لان دي بطاريات هيفي دوتي ودي بتاعت الهيفي دوتي كله بينور. اوكي حلو قوي. وليه زرار اون واوف على فكره بتاع سمكه القرش ملوش زرار اون واوف. عندنا اليو اس بي ده بتشحن بيه البطاريه بتاعه العربيه نفسها، والبطاريه موجوده هنا تمام، موجوده هنا. ده السير بتاع البلدوزر يعني، ممكن اوريكم في الكاميرا دي اهو، ده السير بتاعها. ده شكلها من قدام يا جماعه اهو، ده شكلها من ورا. في واحد قاعد جوه يعني ما اعرفش هو قاعد بيعمل ايه، بس في راجل قاعد جوه ربنا يستر عليه يا رب لاني هعذبه معايا. وبجد يعني انتوا شايفين من فوق اهو البيلد كواليتي كلعبه اطفال والله العظيم من احسن ما شفته في حياتي. اللعبه دي لو كانت موجوده على ايام انا اقسم بالله كنت ابقى اسعد طفل في العالم بجد. خلونا نشغلها ونشوف تشتغل ولا لا. بسم الله. هي مش شغاله ولا ايه؟ شكلها لازم تتشحن للاسف للاسف. ولا البطاريه مش متوصله؟ صح صح اكيد بطاريه مش متوصله. اوكي اوكي لو مش باين لكم هي بطاريه عاديه يعني، بطاريه ليثيوم عاديه. خلي بالكم بس ما حدش ايه يفجرها في نفسه. وخلونا نوصل دي في دي كده اهو كده اهو. جدير بالذكر انه واضح جدا، مش عارف اقولها لكم ازاي، بس لو تركزوا في هنا اربع حاجات صغيرين واضح جدا ان دي كانت معموله بطاريات قلم. هي دي تتفك؟ لا بلاش نبوظها، نقفل عليها تاني ومفروض ان هي دلوقتي تشتغل. اوكي بسم الله انا سمعت صوت. اوكي بتنور لحظه واحده بتنور والله. هو بص بتنور هنا. اوكي فالمفروض دلوقتي لو شغلت الريموت ده وبعد كده عملت كده فبسم الله. وات وات اوكي لا 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 دي جامده جدا يا جماعه والله العظيم. اوكي بتلف اهي يعني مش عارف اوريكم ازاي. خلي ده هنا اهو بصوا يا نهار ابيض. عندنا الزراير فيها شمال يمين قدام ورا يعني، اعتقد ان هو باين اهو كده قدام كده ورا كده شمال كده يمين. وبعد كده عندك فيه تيرن ليفت. وات لا 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 تعليق في النص هنا. لحظه واحده لحظه واحده زوم لكم اوت شويه. اقسم بالله دي جامده جدا، دي لازم تتجرب في البحر فعلا. ده بيعمل ايه؟ خلاص 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 تقريبا ده الاوتو بايلوت ولا حاجه. ده بيعمل ايه؟ بيطفي الانوار وبيشغلها زي ما انتم شايفين. ده فيها زرار بيعمل صوت، فيها زرار بيعمل صوت للحاجات اللي هو الزرار ده. في زرار هنا ما بيعملوش حاجه. طيب اطفي لي البتاعه دي كبيلد كواليتي. اطفي لي بس معلش. جامده جدا والله العظيم. انا عايز اوريها لكم في الكاميرا دي شويه. انتوا كده شايفين الريموت في ايدي وهتشوفوها هي. بصوا جامده جدا الشيء ده جامد جدا. بس طبعا يعني انا هصور الاوترو دلوقتي بتاعت الحلقه، بس هروح اجربها في النص. فانتوا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده والله الحته دي؟ ده كانك بتصلحها وبتاع. لا دي جامده جدا والله العظيم. ايه ده؟ لا انا منبهر، انا والله العظيم مبسوط جدا اقسم بالله. ما علينا. بصوا 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 عشان بس تفهموا، انا المفروض هجربها في البحر مش دلوقتي يعني، بكره او بعد بكره او حاجه، لان هجربها هي وسمكه القرش في نفس الوقت، فهتلاقوا انا اصلا لابس نفس اللبس في الحالتين. فعلى العموم يعني هجربها، هصور الاوترو دلوقتي لان لسه بصور الحلقه دلوقتي، فعشان تكون فاكره انا بعمل ايه. بس انتوا هتشوفوني دلوقتي بجرب الشيء ده على البحر. فعزمكم على اللقطه دي وبعدها الاوترو من غير ما انا اكون عارف هي كانت كويسه على البحر ولا لا. ادي اللقطه على البحر. طب يا جماعه زي ما انتوا شايفين قدامنا دلوقتي طينه، وتحس ان احنا في مكان فيه كونستراكشن او حد بيبني حاجه. فلو دخلنا كده قدام شويه بقى هل هتقدر؟ ايوه اوكي ادي العربيه بتاعتنا. عايزين نلفها يمين شويه او ناحيتنا شويه، فنعمل كده اطلع قدام سيكا واوكي اثبتي لي على هنا. دلوقتي عايزين بقى نحاول نحفر في الارض شويه. ارفعي ايوه خشي. هتعرفي تكسري دي بقى ولا لا؟ الله اوكي. طب انا بعمل ايه طيب في حياتي والله؟ طب لفي كده شويه، شيلي اي حاجه، انا عايزك تشيلي اي حاجه اي حاجه. بص رجلك دي اتطينت والله العظيم اتطينت. اوكي ارجعي ورا هنا بقى
والله كانت هتعملها، شكلها لازم رمله. بس بالراحه بقى، شلنا حاجه ولا لا؟ اخر تجربه بالراحه. اوكي دلوقتي بقى يا صابت يا خابت، بسم الله. خلاص نعتبر كده، مش عارف والله، نعتبر كده خلاص. مره اخيره ابوس ايدك. ايوه لفي لي بقى كده، وقعي بقى لفيكي. بس خلاص اعتبروها خلاص كده يا جماعه. هي حلوه الصراحه. لا هي حلوه جدا، هي بس كانت محتاجه رمله وانا ما عرفتش اروح بيها الرمله، فدي كانت الطينه اللي قعدنا عندها شويه. فقولوا لي لكم تحت في التعليقات هل انا نجحت ولا لا، وخلونا نكمل الفيديو على هنا او نخلصها على هنا. اوكي اتمنى يكون الشيء ده كان حلو على البحر، لان انا ما اعرفش الصراحه، زي ما قلت لكم بصور الاوترو دلوقتي وانا قاعد بسجل الحلقه دي. فالنهارده كان عندنا الشيء الجامد ده اللي بيشفع جدا للحاجتين الاولانيين، فده البلدوزر يا جماعه اللي احنا جبناه اول حاجه. بفكر اجيب حاجه ثانيه من الحاجات بتاعت الشركه دي، مش عارف الصراحه، هشوف لو عجبكم الموضوع ده. فعامة دي اول حاجه كانت معانا النهارده. ثاني حاجه للاسف الشيء القذر ده، لحظه واحده اوري لكم في الكاميرا اللي من فوق اهي، هو اتفك اصلا لان طبعا مش بربطه كويس، بس الراجل الفضائي ده. واخر حاجه الكاميرا القذره دي اللي ما كانش ليها اي ثلاثه لازمه. فلو الحاجه عجبتك انت اعملها لايك، لان ده كان غالي جدا اللي هو البلدوزر، بس بدي حاجات كانت قشطه سعرها عبيط قوي. بس عامة يعني يا ريت تعمل لايك الحلقه دي وتشترك في القناه مش مشترك. وبس انا اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. ايه ده، ايه هو ازاي المنظر من فوق حلو كده؟ والله ازاي سينماتيك كده؟ ما علينا، اشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله. لاف يو اول، و باي باي. سلام مستوي، الى اللقاء. تعبت واشتغلت سهرت واجتهدت، ما يبانش في شغلي، عارف اني بتعب فيه بجد. دوما وعرى شغلي على قلبي زي العسل، انتوا تخلوا اي شخص ينسى ايه مفهوم الكسل. عشانكم انا مكمل، عشانكم انا مطول، لحد ما تاني درع يجي لعندي ويفرمل، يعرف مكانه فين وسط مليون بستاوي، بيسمعوا قصه نجاح انا فيها الراوي.